العالم ماشي ازاي. الاقتصاد هو الاساس، الاقتصاد هو الاساس. وشفت الصين اللي مليار وثلاثة وتلتمائة مليون وصلت النهاردة 14 تريليون وأمريكا 20 بعديها اليابان أربعة. شوف أربعة من 14. نعم. ألمانيا ثلاثة تريليون. إنجلترا، المملكة المتحدة، المملكة المتحدة اثنين ونص. الهند، فرنسا، إيطاليا، مليار، كندا، كل كوريا، كل. طب طبعا فين بقى روسيا؟ مش موجود. إذا النهاردة أصبح العدو الحقيقي في العالم أمام أمريكا هي مين؟ هي الصين. الصين. نعم. نكمل. نكمل. ده يبقى ده الجزء الأساسي. الأساسي. الصين عشان تعمل الكلام ده عملت كذا حاجة. طريق الحجام والطريق وطريق الحرير القديم. النهاردة الصين داخلة عاملة من الصين بتورد بضايعها لأوروبا 14 يوم. سكة حديد. وداخلة على الطريق اللي هو البحري اللي هو من خلال قناة السويس. قناة السويس. خش على الصورة التانية اللي بعده. شوف الصين عاملة ايه في افريقيا. استثمارات. ما فيش دولة فيك يا افريقيا الا ما الصين حاطة فيها بيزنس وشغالة، خط انابيب، خط سكة حديد، مواني، مناطق استثمار، كل الدول في افريقيا. الصراع النهاردة في افريقيا. وعشان كده الامريكان كمان داخلين. داخلين بقى النهاردة. الامريكان ما هو بدأ يتغير بقى السياسة. لقى الوحش الصيني ده داخل. نعم. خش انت كمان بقى. اللي بعده عسكريا بقى. عسكريا الصين هي رقم ثلاثة صحيح في العالم. انما طلعت لنا الفترة اللي فاتت السنة اللي فاتت بخمس انجازات كبيرة جدا. ايوه نشوف. اول انجاز المدفع الكهرومغناطيسي. اللي زي المدفع الكوري النهاردة. سبع اضعاف سرعة الصوت. صيني. سبع اضعاف سرعة الصوت. السفن المتطورة. العالم من بعد ما دمرنا ايلات. المدمرة ايلات. بطل يعمل يعني حملات طائرات كبيرة. الصين بدأت تطلع حملات طائرات وبتطلع كم طيارة؟ 40 طيارة. ايزنهاور بتشيل 24 طيارة. الامريكاني بتطلع 40 طيارة. حملات طائرات الصينية. حملات الجديدة بعمل الثلاثة. الطائرات المقاتلة الاف 35 الشبح عملت واحدة زيها. اللي بعديها. هنلاقي المركبات منزلقة السرعة. خمس اضعاف سرعة الصوت. الذكاء الصناعي. الصين سنة 30 سنة 2030 هيبقى كل حاجة كمبيوترايزد داخل الجيش بتاعها. البلوة الجديدة اللي طلعت بقى لأمريكا ورعشتها الصورة التانية وهو إن الصين عندها في جيبوتي قواعد قاعدة مع أمريكا ومع فرنسا ومع اليابان. راحت عاملة قاعدة جديدة في غينيا الاستوائية. ايه المشكلة بتاعتها؟ ده الصين. الصين راحت نقلت. ايوه نقلت على المحيط الاطلسي قدام الساحل الشرقي لأمريكا. ده بالنسبة لأمريكا خطر طبعا. انت قدامها.